قبل ما نبدا لا فيديو ما تنساش تابونا في لاشين الثانيه ديال سايلوفي اللي هو انا القناه الثانيه ديالي، وتبعوا سلسله اوبيوم اللي قريبه ترجع، واحد الوقيته غترجع. انا نخليها لتحت، نخلي هادشي كله لتحت. الماده ديال الاجتماعيات واحد الماده اللي يمكن لك تردها قصه. مثلا نعطي امثله، القصه كتكون فيها واحد الاحداث بحال الفيلم، تكون فيه واحد السيناريوهات. نفس القضيه في هذه الماده، هذه السلاسه ديال هذه الماده ديال الاجتماعيات، هو انها كتولي تقدر تردها فيلم. وانا تنشوف بزاف ديال الافلام اللي المحتوى ديالهم هو شي حاجه دازت في التاريخ، ولا تيبغيو يدويو على شي جغرافيه ولا شي حاجه، يبغيو يعرفوا بشي جغرافيه. الدروس مثلا، نعطي واحد المثال، الدروس الربعه الاولى اللي كاينين في التاريخ ديال الاولى باك، كاين التحولات اللي وقعت في العالم موراها الاحداث الامبرياليه، موراها الحرب العالميه الاولى، النتائج ديال الحرب العالميه، الازمه ديال 1929، حتى كتسالف الحرب العالميه الثانيه. هادو كلهم احداث وقعوا في واحد الفتره زمنيه مترابطه متواصله في قرن واحد، يعني الا جينا نجمعوهم وقعوا في قرن واحد. وقعت هاد القصه كامله وهاد الفيلم كامل شد في بعضياته، يعني سين مور سين، سين مور سين، حدث مور حدث. دونك باش تجاوب وباش تكون عندك منهجيه للاجابه على اي امتحان في الماده ديال الاجتماعيات، خاص تكون عندك منهجيه الفيلم، حيت الفيلم تيقرم على الذاكره، تيقرم على الذاكره ديالك. ماشي بحال الا حفظتي بيتمون هكا، لا غير حفظتي يقدر يفانتيك شي سؤال، فهمتي؟ وعن تجربات، هما لا تجربات لا في الجهوي لا في الباك لا في المهم لا في السنوات الدراسيه كلها. ناخذ مثلا المثال الاخر اللي هو ثلاثه الدروس الاخرين في التاريخ، حتى هما تيدويو على المغرب. كان واحد الدرس ديال مصر اللي قبل منهم، مصر والشام، دوك اليقظة الفكرية اللي وقعات، والدروس الثلاثة مثلا مترابطين بيناتهم. كاين الضغوط الاستعمارية على بلادنا، شي ديال الاستعمار، ومورا الإصلاحات اللي دارت دارتها بلادنا وما صدقاتش، فشلات، ومورها الاستقلال ديال البلاد. هذا دابا فيلم، ماشي 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 غير دروس، هذا فيلم، هذا فيلم شد في بعضياته. دونك المنهجية اللي هي السهلة هي أنك تاخده كفيلم، تفهمه كفيلم ماشي كدروس. هذه أسهل منهجية ديال الإجابة في أي امتحان في الاجتماعيات، هو تلقى ترابطات بين الدروس وتردها فيلم. والسلاسة ديال منهجية الفيلم في هذه المادة خدامة، يعني الاجتماعيات واحد المادة اللي تتخدم في هذه منهجية الفيلم، تتلقى ترابطات بين مثلا التاريخ ديال هاد الحاجه وهاد الحاجه، الجغرافيه ديال هادي وهادي. بحال مثلا الجغرافيه ديال المغرب، المشاكل، حتى هو فيلم تما كيشرح المشاكل، واحد الفيلم اللي كيشرح المشاكل والحلول اللي دايره الدوله باش تخرج من المشاكل. بحال مثلا عندنا الموارد، ولكن الطريقه ديال التوزيع هي فين عندنا المشكل. والحلول مثلا كاين بزاف الحلول، من بينها السياسة ديال إعداد التراب الوطني وش لا حوايج. الفيلم ديال الصراع بين ثلاثة ديال لي بوكسور اللي واعرين مفرقعين في العالم دابا، اللي هما الصين والاتحاد الأوروبي وميريكان. والجغرافية تشرح لك كيفاش دايرة كل دولة فيهم، وكيفاش كل دولة عندها القوة ديالها في الإنتاج، والقوة مثلا الصين وميريكان بيناتهم واحد راهي شوية، راهي شعرة بيناتهم في القوة ديالهم بجوج. وهذا الفيلم ديال الصراع بين الثلاثة هادو فيلم سيكسي في ديك الجغرافية هذيك. ليسونسيال ديال هاد الفيديو هذا هو المنهجية ديال الفيلم، هي اللي كتحرك النيرونات ديال الدماغ والترابطات، حيت كاين الدماغ فيه واحد الترابطات، راه غير باش تعقل على شي صاحبك تيكونوا ترابطات، تتربط الملامح ديالو بالعين ديالك للدماغ ديالك. دونك هذا هو
باش تخدم زعما، باش تكون عندك واحد المنهجية اللي تقدر تجاوب على أي امتحان في مادة الاجتماعيات، واخا يكونوا عندك 2021 درس. هاد القضية ديال منهجية الفيلم هي الأقوى، أقوى منهجية كنشوفها خدامة، أنك تترد مثلا ديك الكمشة ديال الدروس تتردها فيلم، فهمتي؟ كما قلت لك بحال مثلا الدروس الربعة الأولى راه فيلم، هذاك فيلم غادي متناسق مع بعضياته، ما تيحبش. يعني التحولات هي اللي خلات الدول تكبر وتولي طامعة في الخيرات ديال العالم. هذاك الشيء خلق واحد التنافس بيناتهم، وداك التنافس بيناتهم هو اللي خلاهم ينوضوا واحد الحرب، حرب عالمية اللي خسروا فيها شي دول وربحوا فيها شي دول، ودارت معاهدات اللي غادي تأزم الوضع حتى لأكبر أزمة اللي هي الأزمة ديال 1923. من موراها غادي تنوض الحرب العالمية الثانية اللي نوضها هتلر، وهي هذيك وبقات غادة. غير هما ما كملوش الفيلم، المهم انت تتكمل داك الفيلم ديال 4 دروس، لقيتي ما بيناتهم واحد الترابطات. اما راه الفيلم راه هو انه غادي تنوض واحد الحرب باردة بين روسيا وامريكان، وغنشوفوا عاوتاني بلي هاد الحرب الباردة غادي تسالي الاولى والثانية، ومن بعد غادي تولي امريكان هي الاولى في العالم، وغادي تجي عاوتاني الصين حتى هي غادي تزاحمها. دابا حنا دابا تنعيشو واحد الصراع بين الصين وامريكان، اللي هي دابا كتنافس امريكان بزاف. فهادشي اللي كنت باغي نقول، المنهجية اللي يستعملها اي واحد عنده بزاف ديال الحوايج خاصو يكاب فيهم، كيدير بيناتهم واحد الترابطات كيوليو فيلم، وهاد الفيلم هكا كيقد يجاوب، واخا يكون مطلوب منه يجاوب على مثلا 2021 سؤال، تيكون بنا واحد بحال سلسلة متواصلة اللي تخليه يعقل على اي بلان. نوركم هذا البلان غادي تعرفوه في الفيلم مثلا، ملي كتكون عارف شي فيلم فاهمو مزيان شفتيه مثلا شي 2 مرات ولا وتانسبيريتي منه وتاثرتي به، تتولي عارف لي سين وقتاش غتوقع هذه وقتاش غتوقع هذه الحاجه وقتاش غتوقع هذه الحاجه. هذه هي اسهل منهجيه للاجابه على اي امتحان في ماده الاجتماعيات. شكرا على الاستماع، وتلاقاو في فيديو الجاي. الى اللقاء.